ما حدث في هذه المدرسة أو المعهد الثانوي كما يسمونه في ولاية بن عروس التونسية أصبح حديث الشارع ووصل إلى أعلى السلطات في الدولة. طالب في الأول الثانوي يعتدي بالساطور على أستاذ التاريخ ويسبب له جروحا خطيرة. طعن أستاذه بسكين بعد أن رفض طلبه بإعادة امتحانه بعد تغيبه عنه. هذه هي أداة الجريمة، كما ترون ساطورا أو سكينا كبيرة جدا. الأستاذة آسيا بوكاري أستاذة الرياضيات في نفس المعهد شاهدت الاعتداء عند وقوعه ووصفت ما حدث. انتشر فيديو لما بعد الحادثة لأثار الدماء بعد أن طعن الأستاذ. نحذر بأن المشاهد قد تكون مزعجة للبعض. يبدو أن هذه الدماء سالت من الأستاذ أثناء تحركه بعد الطعن، فقد أسرع الطلاب والمدرسون لنقله إلى المستشفى عقب الإصابة مباشرة. يبدو أن إصابته كانت بليغة، لأن وزارة التعليم أصدرت بيانا تدعو فيه المواطنين للتبرع بالدم بعد نقله إلى المستشفى، ثم تم نقله إلى مستشفى عسكري آخر لإجراء بعض العمليات الجراحية. مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس قال تم القبض على التلميذ وعمره 17 عاما، اعترف أنه جلب سكينا وساطورا من المنزل ووجه طعنات متفرقة إلى جسد أستاذه خلال فترة الراحة بالمعهد، وذلك بسبب رفض الأستاذ إعادة امتحان التاريخ والجغرافيا له. ويجري التحقيق بالقضية على أنها محاولة القتل والشروع فيه. أستاذ اللغة العربية في نفس المعهد هو يعرف الأستاذ الضحية ويعرف الطالب، تحدث إلى إذاعة ديوان اف ام عن ما يكون قد يكون أو بنظره أسباب سوء حظ جات في وجهه هو وكهو، لانه التلميذ هذا تحسه داخل مغلغل، تحس فما هكا المراهقه تونسيون تاع المراهقه قويه، يحب هكا يوري روحه ويحب هكا جات في الاستاذ هذا، وهما عائله معروفين بدماس اخلاقهم زاده، معناها اخواته قراوهم الاساتذه ويعرفوهم، حتى هو بيدو ما لاحظوا عليه حتى شيء، معناها ماهوش ديما يتعاقب ولا في مجلس اقسام ولا لا 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 طالع. بداية المراهقة وكهو يحب يوري روحه تلقاه ولا شنو اللي في مخه، أما باش تقول لي ثم سبب مباشر يستحيل. غضب التونسيون بالتغريدات جدا. محمد جليدي يقول يا حسرة عندما كان تلميذ يحترم مدرسه. ناصر يقول نقابة التعليم الثانوي لها نصيب كبير من المسؤولية لتدهور الوضع الاجتماعي ومنسوب الكره تجاه المربي. شموسة تقول نريد قانونا للعنف وحراسة أمنية للمؤسسات التربوية، المعلم التلميذ الأستاذ كلهم في خطر. مؤمن يقول في هذه التغريدة قم للمعلم وفيه التسجيل، كان كاد المعلم أن يكون رسول هذه الكلمات، لا يمكن أن تمحى من ذاكرة كل تلميذ وتلميذة تحلوا بأخلاق أبائهم وأمهاتهم وأخلاق الزمن الجميل، لكن هيهات فقد وصلنا إلى زمن محيت فيه هذه الكلمات، أو لنقل محيت معه كل الأخلاق إلا ما رحم ربي. أمل بن عثمان تقول فشل المنظومة مسؤول عنها كل الناس، بداية بالمربين اللي بعض منهم يحسس التلميذ أنه تجارة مربحة، منها الدروس الخصوصية والأهل والسلطة اللي تاجر بالتعليم والإعلام والتليفونات اللي علمتهم الكذب والفيس إلى آخره. النقابة، نقابة التعليم العامة وهي نقابة التعليم الثانوي بتونس، دعت كافة المدرسين إلى إضراب احتجاجي حضوري أمام وزارة التربية في العاصمة. ها هو
شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.